فقال فصبر جميل. وش حندير؟ ودي رسالة صحيح، نتعلم أن نرضي الله بقبول القضاء والقدر، لأنه سنرى من أسباب تفريج الكروب أنك تقبل القضاء والقدر كما كان، حلوه ومره. خاطش انت كي راك تحتجزع ما راك تقدمها، والناس كاين ينزل به بلاء والعياذ بالله، يصب ربي سبحانه يجزع يتسخط على الله. فمن ساخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سخط فله السخط، ومن صبر ستفرج بإذن الله، لأنها سنة الله في الكون. البلاء ما يدومش، ينزل قد يطول لكن ينقطع. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. تفرج بإذن الله، تفرج. علق قلبك بالله، كل هم انزل بك سيفرج بإذن الله، كل شاقة انزل بك سيفرج بإذن الله. علق قلبك بالله، لأنه الذي أنزل البلاء هو الله، والذي يرفع البلاء والهم اللي راك فيه هو الله. إذا أنت ما عندك غير عندك حاجة ديرها أيام البلاء أكثر من اللجوء إلى الله. قالوا قال العلماء ومن حكم البلاء، علاش ربي أحيانا يبتلينا؟ باش نرجع ربي سبحانه. عبك في أيام البلاء بالك مرض، بالك فقر، بالك مشاكل، بالك هموم، ذاك الوقت ليكون إنسان تقي نقي زكي وفي عاقل، تصيب هذوك الأيام يكثر من تضرع إلى الله، سؤال الله، تصيب يصدق يصلي يصوم لكي يرفع البلاء. وش صار له؟ ازداد تقربا إلى الله بسبب البلاء. تنطبق عليه رب ضرة نافعة، هذا البلاء نفعك من حيث لم تحتسب. هذه من فوائد البلاء، عمرك ما تقول علاش لا لا. يعقوب عليه السلام هنا يذكر في الأثر، شوف شو قال لهم، فصبر جميل. قالك هذه الكلمة كانت سببا في أنه يعودوا ولولو بنتين. فصبر جميل، عسى الله، شوف ذاك حسن الظن بالله، عجيب يا رب. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كيفاش أنا نقول لكم من الأول مات والثاني الدواء تسنى فيهم يعودوا ولولو؟ قلبه معلق بالله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عليم عليم بحاله، حكيم في قضائه وقدره. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. على باله كما نقول احنا، بما ان الله عز وجل اخذ مني الولد الثاني، الله عز وجل سبحانه يدري وهو حكيم في فعله سبحانه، على باله وش كان. اذا وش ندير انا؟ نسلم لله، اسلم امري لله عز وجل. قلنا يذكر في الاثر كي جاء الخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه، انما الصبر عند الصدمه الاولى. التمس ماشي يوم بقى. كي يوصلك الخبر؟ كيفاش راك تتعامل؟ لانه هذاك بلاء، والبلاء قضاء وقدر. هو غير جا قالوا له، حكاوا له القصه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. والله المستعان، سبحان الله. والله يا اخوان كلمه من ذا حج الاولى، لن استعين باحد الا بالله، هذه قمه التوحيد. فاذا سالت، وهي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فاذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. نتعلم خلطنا، ينزل بيا بلاء، الوحيد الاول يتبادر ذهني اليه هو الله، الوحيد اللي يفرج الخوتك هو ربي سبحانه. هكذاك يعقوب، هاي العقيده. يقول لك علاش تركز على، نركز على العقيده، لانها هي اللي تربي المؤمن وتجعله موحدا مخلصا لله. فصبر جميل مباشرة، والله المستعان. يذكر في الآثر أبقى قال لك يعقوب سبحان الله كي قال هذه الكلمة، فصبر جميل في مع الأول، قال والله المستعان على ما تصف، نهار جاته فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ونهار سمع بقصة يوسف قال فصبر جميل، والله المستعان. الله عبك ربط عجيب، هذه فصبر جميل والله المستعان، قالها كي راح يوسف، كي راح بنيامين قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. علاش ما عاودش والله المستعان؟ قال لك لأنه استعان بهم على الأول، الآن راه يستنى في الفرج. خلاص عجيب، الآن راه يستنى في الفرج، يقين باللي استعنت بالله، خلاص ما نعاودهالوش، استعنت به في يوسف، الآن نستنى في الفارغ. لهذا قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يذكر في الآثر قال لك غير قال هذه الكلمة، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قال لك أوحى الله إليه
والله أوحى الله عز وجل إليها قال له يا يعقوب وعزتي وجلالي لو كان ميتين لأحييتهما لك. وعزتي وجلالي لو كان ميتين لأحييتهما لك. لما قالها فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ودي الحقيقة سيلتقي بهما عن قريب.